طيب خلونا بقى قبل ما نطلع الفاصل اللي جاي نتابع مع حضراتكم في البدايه تمارين جديده مع كابتن ندى مدحت وهي مدربه بجيم السيدات بالنادي الاهلي بالجزيره. هنتابع معاكم هذا التقرير ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. وطبعا يعني عاده بنتكلم مع حضراتكم باستمرار على فكره اهميه الاعداد النفسي الرياضي، دي من الملفات المهمه جدا، الموضوعات المهمه جدا اللي دايما بنهتم بيها في عشرة الصبح في الاهلي، وهيكون لينا فيها كلام كتير في هذه الفقره. طبعا حضراتكم عارفين انه يعني احنا داخلين كمان الفتره اللي جايه على بطولات عالم كتير كلها مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024، وبطبيعه الحال فكره الاحتكاك بين اللاعبين على مستوى البطولات المحليه اكيد بيختلف جدا عن احتكاكهم في البطولات الدوليه وبطولات العالم. هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا دكتور محمد صفي الدين استشاري الاعداد النفسي الحياتي للمنتخبات القوميه. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الفل، اهلا وسهلا. صباح الخير عليك يا دكتور محمد. صباح الفل. بنتكلم النهارده عن ملف مهم جدا وهو اهميه الاعداد والتاهيل النفسي للاعبين. لو هنعرف منك بشكل عام أهمية فكرة إعداد اللاعبين خاصة في البطولات العالمية، يعني احنا طبعا عارفين بيبقى عندنا تأهيل نفسي في البطولات المحلية ولكن بتختلف تماما عن البطولات العالمية، لو هنعرف منك الفرق وبشكل عام ايه أهمية التأهيل النفسي للاعبين في الفترة دي تحديدا. احنا هنتكلم في الأول على بداية التأهيل النفسي. بداية التأهيل النفسي احنا بنبدأه من دي 1 مع اللاعب من قبل خالص ما نخش في البطولات، في بداية السيزون، ان احنا لازم نبدأ من بدري. ودايما في حاجة بحب اتكلم فيها دايما مع اللاعب، ان انا اي نتيجة عايز اوصل لها في البطولة سواء المحليه او الدوليه لازم اعملها جوه التمرين، يعني لازم احط نفسي في نفس الاداء جوه التمرين. فاحنا بنبدا طبعا مع اللاعب من اول يوم داخل المنظومه التدريبيه بتاعته في التدريب، عشان لما نخش في البطولات المحليه والبطولات الدوليه نبدا ناهله لده. بجانب ان احنا زي حضرتك ما ذكرت من شويه احنا عندنا اخر سنه ان شاء الله للتاهيل، وفي بعض الالعاب خلاص بدات البطولات المؤهله، يعني ممكن يبقى باقي بطوله اثنين حسب كل نوع اللعبه. فده بيعمل نوع من الضغط، نوع من الاستريس، يعني في بعض اللاعبين ممكن يبقى قدامه مثلا على مدار سنه او اثنين ست بطولات للتاهيل او اكتر. فلا قدر الله ما كانش موفق في بطوله او اثنين، فقدامه اخر بطوله. بيتمرن كويس جدا، بيعمل اللي عليه، بنيجي خلاص قبل البطوله بايام، بيبدا عقله بيفكر، ما انا لو ما تاهلتش في البطوله دي يعني حته الاوفر سينك اللي ممكن يحصل للاعب قبل البطوله. او زي بانيك كمان ان هو خسر بطولتين قبل كده، فبيبقى عنده زي خوف او بانيك ان هو يخسر البطوله اللي جايه. ساعات ممكن تبقى خساره، وساعات ممكن يبقى هو عمل الاداء بتاعه مظبوط بس ما وصلش للرقم التاهيلي. لو بنلعب مثلا في العاب رقميه، يعني ممكن يكون مثلا لعبه زي مثلا السباحه يكون حسن الرقم بتاعه ولكن ده مش رقم المؤهل للاولمبياد. او العاب مثلا عاديه زي العاب المضرب ممكن يكون عمل اللي عليه وجاب الرانك لكن برده مش مؤهل ليه. في حته ان هو اللاعب بيفكر ان دي اخر محطه، او انا ممكن ما اتاهلش وممكن تضيع عليا الاولمبياد، وطب ولو ضعت الاولمبياد انا هستنى اربع سنين كمان. الموضوع بقى ليه عامل نفسي كبير جدا جدا، لازم بنحطه في زون بالشكل الصح ان هو ازاي يبقى ماشي خطوه خطوه عشان انا يهمني دايما يعمل افضل اداء. انا دايما بيكون هدفي الاساسي مع اللاعب ان انا اساعده ان احنا نفرغ العضله من المجهود، مش البدني بس، الذهني كمان. يعني انا عايز عقله وعضل جسمه ان انت زي وقت البطوله تطلع كل الاداء اللي عندك 100%. اوكي، حلو نفرغ العضله بتاعته بالمجهود الذهني دي. يعني التركيبه دي يعني انا واحد من الناس ما كنتش متخيل، كنت فاهم ان الاعداد النفسي بيتعامل مع الحاله النفسيه والمزاجيه والعصبيه حتى للاعب، لكن الجزء الجسماني ما كنتش متخيل ان هو يعني جمله نفرغ العضله دي محتاجه نقف عندها شويه. طيب وده بيتعمل ازاي يا فندم؟ طيب احنا عندنا طبعا اللاعب بيمر بمراحل كبيره من خلال فريق العمل بتاعه، في طيب بيكون في مدرب احمال، بيكون في دكتور طب. تغذيه، بيكون في المدرب نفسه او المدير الفني. طب. كل المختص في المجال بتاعه بيقوم بدوره تماما. بيجي في الاخر دور اللاعب يعمل حاجه عمليه الاخراج. يعني انا اتمرنت عملت اللي عليا وعندي بكره بطوله. بيكون ناقص بقى دور اللاعب عمليه الاخراج التعب ده. يعني انا بتمرن بقالي سنه، بقالي ست شهور حسب الفتره التدريبيه، اذا اجي اعمل عمليه الاخراج بتاعتي النتيجه، لو اللاعب متمرن كويس جدا وجاهز وعلى اكمل وجه بس هو ذهنيا في اي حاجه بيفكر فيها، حاجه شغلاه، او في تنس مايند زي ما بنتكلم فيها كده، تنس مايند بريديوس تنس ماسلز، يعني لو عقله اتوتر العضله نفسها تتوتر، فمش هقدر افرغ المجهود اللي عندي اثناء البطوله. يعني نقدر نقول ان التفريغ ده هو بمثابه مثلا استشفاء نفسي، يعني انجاز التعبير، يعني مش استشفاء، هو ان انا بساعده ازاي ان وقت البطوله وقت الايفنت نفسه الفعلي يطلع الاداء المطلوب منه 100%. هدي حضرتك مثال يوضح الموضوع. لو افترضنا احنا بنلعب لعبه رقميه زي مثلا السباحه مثلا، واللاعب بيتمرن بقاله فتره عشان يجيب رقم معين، الرقم ده لو جابه يتاهل الاولمبياد مظبوط، فهو اللاعب اتمرن عليه خلال الفتره التدريبيه وجاب الرقم مره واثنين جوه التمرين، خلاص احنا كده اللاعب بتاعنا جاهز من خلال البرنامج التدريبي بتاعه. انا بحاول الخصها بس، بكره عندي البطوله، لو جاب الرقم ده خلاص هيتأهل الأولمبيكس.
الفكره بقى ان في الكام ساعه اللي قبل الـ 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 السبق قبلها بيومين ب 48 ساعه يوم هو بيفكر. التفكير ممكن يعطل جزء من التحسين بتاعه، بالذات الالعاب الرقميه. احنا بنتكلم لو في السباحه، لو في جزء ممكن يخلي جزء من الثانيه ممكن يخليه يتاهل وجزء من الثانيه ما تخليهوش يتاهل. اه طبعا جزء من الثانيه يخلينا نجيب ميداليه اولمبيه وجزء ما يخليش نجيب ميداليه اولمبيه. صحيح. فاحنا بنتكلم في حاجات بسيطه جدا، حاجات كريتيكال قوي جدا كمان. جدا جدا دي حقيقه. انا بكون دايما مش عايز اللاعب يفكر في النتيجه قبل ما نلعب بشكل صح. يعني في وقت معين انا بجيب اللاعب وبنقعد مع بعض احنا ايه الهدف بتاعنا. طبعا ده بنكون عاملينه من بدري خالص بس انا برضو باجي قبل البطوله بايام قليله بخلي اللاعب يعني نواجه عقلنا. يعني ايه اواجه عقلي؟ انا لو فضلت سايب اللاعب بيفكر انا بكره هكسب ولا هخسر، هجيب الرقم ولا مش هجيب الرقم، مش عارف ينام. فكره ان احنا ما نسبقش الاحداث بالظبط، ما ينفعش ان هو يتوقع ايه اللي هيحصل بالظبط. ففي لعيبه بالفعل خلاص هي بتستجيب لده، في لعيبه ما بتستجيبش. فانا بعمل معاه ايه؟ بقعد بلعب وقت كافي اقول له تعالى نواجه عقلنا، ايه اللي جوه عقلك؟ انا عايز اجيب الرقم الفلاني وعايز اعمل، باخد كل اللي هو عايزه وبنطلعه بشكل معين بيني وبينه، نبدا ازاي نفسر كل حاجه هنوصل لها ازاي. اوكي. انا كل مشكلتي ان انا مش عايز يروح البطوله وهو داخل على مثلا الاستاد او داخل على مكان البطوله بيفكر انا هجيب الرقم ولا مش هجيبه؟ هو انا هتاهل ولا مش هتاهل؟ هو انا شكلي هيبقى حلو ولا لا؟ فكره الاوفر سينك دي حتى معانا احنا في حياتنا، اي حد فينا بصفه عامه لو بيعمل اي حاجه ومستني النتيجه او بيبص هيبقى شكلي عامل ايه، ده بيتنس مايند، ده ممكن يوصلك ان انت مش توصل للنتيجه المطلوبه. صح. طيب دكتور محمد، احنا بنتكلم داخلين على مرحله مهمه جدا وهي اولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. فكره بعد التاهل او بعد يعني ما يتاهلوا، فكره هنا الصدمات النفسيه. انا عارفه على حد علمي ان الصدمات النفسيه انواع، ايه ممكن الصدمات النفسيه اللي يعني يتعرض ليها لاعب تأهل لأولمبياد باريس 2024 خاصة بقى في الأوبننج سيرموني، يعني فكرة حفل الافتتاح بيبقى فيه زخم وحضور كبير جدا سواء من جمهور أو نجوم أو عائلات حتى اللاعبين، ففكرة إن هو فجأة يتصدم بعدد كبير جدا والحفل نفسه بالزخم بالاحتفالات بكل التفاصيل الموجودة داخل هذا الاحتفال، ممكن يتعرض لإيه؟ صدمة نفسية أو البانيك اللي ممكن يجيله يخليه إن هو يتأثر، أو فكرة يعني مجهوده بقى يروح بفكرة البانيك ده. حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا جدا، انت بتشارك للمرة الأولى في مشواره في دورة أولمبية. بالظبط. يعني حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا عانينا منها كتير. احنا اللاعب بيخوض يعني ضغوط كبيرة جدا عشان يوصل او يتأهل الأولمبياد. وانس تأهل الأولمبياد في نوعين من اللعيبة، وده لازم يتدخل المعد النفسي، بيحس نفسه في الكومفورت زون، خلاص انا اتأهلت فقدامي سنة او قدامي وقت قليل، انا هنا لازم اتدخل طبعا، لان احنا بعد ما بتأهل انا عندي شغل. يعني في لعيب خلاص، يعني عشان كده انا دايما بشتغل مع اللاعب ان انا مش عايز يبقى دوري في الاولمبياد تمثيل مشرف. مش انا طبعا ان اي حد فينا يروح الاولمبياد دي حاجه من اعظم الحاجات اللي في التاريخ طبعا، لكن انا ببقى مش عايزك بس تبقى تمثيلك مشرف، دي رقم واحد. عايزين نحقق حاجه بالظبط. رقم اثنين، في بعض اللاعبين بيبقى هو ما حدش عارفهم خالص خالص. بعد لما بيتاهل بيحس ان في سبوت اعلامي عليه وسبوت جماهيري بشكل غير مسبق، فده لازم احنا بنأهله ليه عشان قبل الاولمبياد بقى بشكل مثلا بشهرين ثلاثه ببدا اهله ايه اللي بيحصل في الاولمبياد. احنا عندنا ان انا هلعب في الاولمبياد ازاي، ده ليه قصه تاني خالص. والحفله الافتتاحيه اللي حضراتكم اتكلمتوا عليها، اول انت اول ما بتوصل للاولمبياد انت بتشوف كل نجوم العالم في كل الالعاب. الحفله نفسها فعلا جميله قوي بس مربكه جدا طبعا. وفي بعض اللاعبين طبعا لازم نذكر كابتن محمد ايهاب بطل العالم واللي جاب ميداليه اولمبيه لينا الحمد لله في رفع الاثقال. محمد ايهاب لازم اذكر حاجه جميله جدا ليه في اولمبياد ريو، ما قدرش ينزل الحفله، ما رضاش ينزل الحفله، كان هيلعب بعدها. قال انا خفت انزل الحفله احس ان انا وصلت. هو حط نفسه في يعني انا لازم اقفل على نفسي، في الاخر ربنا كرمه 100%. فلازم طبعا بنشتغل مع اللاعب ازاي ابقى انا عندي ثبات انفعالي في حته الحفله لما هتشوف حد من النجوم، لان احنا طبعا في الاولمبياد كل بلد بتخرج بشكل معين، فممكن يلاقي نجوم العالم في العاب مختلفه جنبه فيحس ان انا وصلت او ان انا طبعا. فده ممكن يوصلنا لحته صعبه جدا. طب في الرياضات بقى الجماعيه عفوا زي كره القدم مثلا، ساعات بيبقى ودي بتبقى حالات فرديه، ممكن لاعب معين يبقى اثر ماتشين ثلاثه ورا بعض فابتدى يسمع من الجمهور ما لا يسره، واخد بالك؟ ده بيشكل ضغط كبير جدا جدا. كيفيه التعامل بقى مع اللاعب ده في الحاله دي بتبقى عامله ازاي؟ طيب احنا برضو انا لازم بيبقى فيه زي مثلث او في دايره صغيره من بدري بعرف اللاعب ان انت مين الاشخاص اللي تسمع لهم وتاثر بيه
ودايما حته الجمهور بالنسبه لي حته مقلقه جدا، لان الكلام عندنا مرحله الاشخاص، وكمان ده لازم ندخل في الاعتبار السوشيال ميديا. ما 100% ده 100% ضغط لوحدها يعني ده 100%. فانا لازم اللاعب بديله الوعي ان انت مين الاشخاص انت ممكن تسمع منه وتتاثر بكلامه. طبعا الجمهور بالنسبه لي مع كامل احترامي هو مش مؤثر للاعب خالص، لان الجمهور ممكن في لحظه يقول اللاعب ده كويس جدا او مش كويس جدا، في الحالتين المقياس بتاعه مش يعني مش ميجرابل، مش هو بالظبط. لكن في طبعا المدرب، في يعني في جهاز او الفريق العمل اللي بيشتغل معاه، انا بكون معرفهم بدري ان انت ازاي لما يجي دكتور المنت يقول لك انت عندك مشكله هنا، خلاص هو فعلا في مشكله هنا وده المستحق. لما يجي الكوتش يقول لك كده، لكن مش الجمهور. ليه بتكلم في الحته دي؟ السوشيال ميديا غداره جدا، ممكن تعلي حد بشكل صعب قوي قوي قوي، والعكس صحيح، وتخفز بيه. ده طول الوقت بيحصل في الرياضه تحديدا، ده بيحصل في كل حاجه، بيمشوا ماتش بماتش. يعني لو حد مستواه كويس صحيح جدا وماتش اخفق فيه، خلاص هو كده بقى لاعب فاشل، والعكس صحيح. بجانب ان احنا في القدم كمان احنا عندنا 100 مليون مدرب، فهي دي الفكره، ان احنا داخل البيت الواحد احنا ممكن نختلف في ارائنا. فدايما بنوصل اللاعب لحته العزل من بدري، ان هو ازاي اصلا ما بيبصش على السوشيال ميديا. في اوقات معينه زي ما حصل في اولمبياد طوكيو، احنا كنا الموبايلات او الابلكيشنز نفسها زي الفيسبوك والانستجرام الحاجات دي كنا ساحبينها من اللعيبه خالص، او هم كانوا شايلينها. لازم يبعد خالص عن السوشيال ميديا تماما. فكره حاجه ثانيه مهمه جدا، اثناء الفتره التدريبيه في الناحيه الذهنيه، انا بعرف اللاعب ان هو زي يوميا بعد كل تمرين نعمل ايفالويشن، وبدربه ان هو ازاي يقيم نفسه بشكل صحيح، ومن خلال التقييم دوت بيتم عرضه على الجهاز الفني بتاعه. فاحنا من دي 1 هو بقى عارف الصح من الغلط. لما بنيجي بقى في ماتش كريتيكال او في ماتش عادي، هو بقى عارف ازاي اداه التقييم بتاعته. انا بعمل تقييم للاعب من كذا اتجاه. رقم واحد، بخلي اللاعب يقيم نفسه بشكل معين. رقم اتنين، بخلي المدرب نفسه بيساعد على بيعمل تقييم للاعب. رقم تلاتة، المدرب المنتال بيعمل تقييم. فاحنا بنقيم اللاعب من كذا اتجاه، وفي الاخر بنقعد مع اللاعب بنعرض التقييم ده. فحضرتك تخيل احنا لو بنعمل ده بقالنا سنه، فلو هنيجي نتكلم في ماتش الجمهور شايفه ان هو لعب حلو او شايفه لعب وحش، احنا لينا وجهه نظر مختلفه حسب البرفورمانس او حسب البلان اللي احنا ماشيين بيها. فاللاعب بقى عنده الوعي. عشان كده بقول لحضراتكم احنا مش بنستنى للبطوله عشان نشتغل عليها، بنبدا من التدريب، ببدا من بدري خالص. بس بعد البطوله بقى يا دكتور محمد، عايز اسالك في جزئيه مهمه جدا، فكره وجود معد نفسي ده بيبقى حاجه اساسيه في اي بعثه بتشارك في بطولات عالم، ولا ده بيبقى اوبشن؟ يعني في مثلا بعثه ممكن بتستعين بمعد نفسي وبعثه لا، ولا دي حاجه لازم تكون موجوده؟ يعني فكره وجود المعد النفسي ده حاجه مش اوبشن، وبرضو لما يكون مفيش معد نفسي، هل ده بيأثر سلبيا على هذه البعثة أو اللاعبين اللي بيشاركوا في البعثة، ولا ممكن هم يعدوا يعني يكتفوا بفكرة وجود معد نفسي في فترة التدريبات ومش مهم وجوده في فترة البطولة نفسها؟ لو هنتكلم في الصح 100% لازم يكون في معد نفسي. وده الفرق بين المفروض واللي حاصل. ما انا بسال اذا كان ده اوبشن ولا ده عادي ممكن ان بعثه تطلع من غير معد نفسي اصلا. لا 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 طبعا، يعني عشان كده طبعا بشكر وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، كان من فتره هو اقر اهميه وجود المعد النفسي. ده مهم جدا، لازم يكون موجود من دي 1 معاهم في التدريب نفسه وفي البطولات. هقول لحضرتك على حاجه، اثناء البطوله في اوقات حتى اللاعب لو شغال معانا اونلاين هو مش هيكلمك، في اوقات هو محتاج كلمه معينه، الكلمه دي عشان يوصل لك اونلاين هيكون خسر البطوله، مش هينفع اصلا يطلع ويتكلمك. يعني في لعيبه كتير ممكن، طبعا كل حاجه بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، بيبقى محتاج حاجات بسيطه جدا. طب ليه ما تواصلتش؟ يقول لك انا جوه الملعب يعني لكن لو الكوتش واقف معايا بتاع المنتال تفرق يعني، طبعا تفرق تماما. طب في حاله التاهيل النفسي يعني، هل بتختلف الحكايه دي ما بين لاعب جديد نسبيا وبين لاعب تاني مخضرم او بطل بالفعل في الرياضه اللي هو بيلعب فيها؟ يعني هل في فروقات في طبيعه شخصيه اللعيبه؟ يعني لاعب ممكن يحجر معاك في مهمتك بالمقارنه بلاعب تاني، مثلا حد يبقى عنده الانا عاليه نتيجه ان هو بطل سابق واخد بطولات عالم وكلام من ده وبتاع، فبيتعامل مع حته الاعداد النفسي يعني بطريقه تختلف عن واحد لسه جديد، ولا مفيش حاجه؟ لا طبعا كلام حضرتك صح 100%، هي حسب ثقافه اللاعب وحسب شخصيته وحسب سنه وحسب هو فين. يعني لو لعيب صغير لسه بادئ وما خدش منتل، فهو الموضوع بيبقى بالنسبه لنا كويس جدا وبيشتغل وبيبقى فيه البروجرس حلو قوي. لو لاعب زي حضرتك ما قلت هو اصلا بطل عالم مره واثنين وثلاثه وبدا يبقى عنده مشكله، او بدا الاتحاد بتاعه او بدا يعرف يعني ايه اعداد نفسي، الدخله بتبقى صعبه شويه. لان هو انا تعيت لي في يوم قبل كده من احد اللاعبين الكبار، قال انا بطل عالم من غير تغذيه واعداد نفسي، فانتوا هتعملوا لي ايه؟ فكره ان انت تقنعه بالشكل الجديد، وده حسب ثقافه اللاعب.
في بعض اللاعبين تاني اللي هم اذكى واحسن كتير في الشغل وشغلهم بالنسبه لي ممتع جدا. اللاعب اللي فاهم منتل وبيقرا كويس، يعني في لعيبه هي بتقرا في المنتل وعندها وعي بيه وخدوه بره مصر مثلا اللي هم كانوا عايشين فتره، فبيكون احنا قاعدين يعني قبل الجلسه لا انا بقعد اذاكر حبه حلوين، انت قاعد مع حد هو فاهم جدا وكل خطوه بيسالك فيها. في لاعب تاني خالص لما بتكلم معاه يقتنع ويقول لي بس انا مش هنفذ النهارده. طب ما تيجي نطبق الكلام ده بشكل عملي، يعني من اواخر الناس اللي انت تعاونت معاهم على صعيد التاهيل النفسي هنا جوده طبعا وبرضه حبيبه مرزوق لو انا مش غلطان، دكتور حبيبه مرزوق طبعا. وحبيبه برضه بالمناسبه مش عارف شفت الفيديو ده ولا لا يا مريم، اللي كام يوم اللي فاتوا كان في فيديو انتشر في السوشيال ميديا انتشار النار في الهشيم، التابلوه اللطيف قوي اللي هي عملته بالملابس الفرعونيه. وكان هنا الناس اتقسمت نصين، او نقدر نقول تلتين وتلت. التلتين استحسن اللي شافوه وشافوا ان دي حاجه لطيفه جدا وواجهه مشرفه لمصر وتاريخ مصر، كان في كومنت سلبيه، والتلت الاخير قال لك هي لابسه ايه، هي بتعمل ايه، هو ايه علاقه ده بالجمباز الايقاع، يعني فاهم ازاي؟ فبرضو عملت ايه في الحالتين دول؟ بص احنا من قبل حبيبه ما تسافر اسبانيا ومن قبلها واحنا بنجهز للبطوله كان ده كان المين جول بتاعنا في السيزون، احنا حاطين في اعتباراتنا كل الاراء سواء الجمهور سواء الناس سواء اي حاجه ممكن تعمل لنا اي توتر. هنيجي عند الناس يعني في بعض الناس مش فاهمه الجمباز انواعه ايه. انا بتكلم على الجمهور فهم مش فاهمين ده نوع ايه في الجمباز، فهم لازم هيعترضوا لان هو العرض شكله جميل لكن هو مش عارف هو يعني ده تبع الجمباز ولا ده رقصه شعبيه. ففي ناس هي ما عندهاش الوعي، فاحنا عندنا نقص في الوعي لانواع الرياضات بالذات الفرديه، يعني الرياضات الفرديه احنا في ناس كتير قوي من الجمهور هي ما عندهاش وعي بيها، فده مشكله عندنا احنا عند الجمهور. بالنسبه لحبيبه خلاص، لا حبيبه طبعا احنا يعني هي بسم الله ما شاء الله، اول حاجه انا بشكرها وببارك لها، هي دكتوره وفي كليه الطب ما شاء الله عليها، فدي معادله صعبه جدا جدا طبعا. ان يبقى عندك حد في كليه الطب ومش قاعد في مصر وتمرينهم عدد ساعات كبيره جدا ان احنا نعمل البالانس دوت، الموضوع صعب جدا يعني، بحييها وبحيي اسرتها طبعا اولا والجهاز الفني الكامل بتاعها، فالموضوع كان فيه التايم مانجمنت بشكل بروفيشنال. طب هي اتكلمت معاك يا دكتور محمد في فكره الكومنتس اللي هي شافتها على الفيديو ده، او فكره السوشيال ميديا، باور اوف السوشيال ميديا مش دايما بيبقى حاجه بوزيتيف، اتكلمت انت معاها فكره انه اكيد الناس دي مش فاهمه، ولا هي اتاثرت نفسيا بشكل صعب بعديها؟ اتكلمنا طبعا، بس خلينا نتكلم ان يعني دكتور حبيبه، انا قصدي اقول دكتور حبيبه ان انا فخور بيها والله، يعني مع طب على كليه طب مع الرياضه، هي مش اول بطوله دوليه تلعبها، دي واحده عالميه، دي واحده لعبت اولمبيكس. فاحنا متفقين من بدري ان انا اصلا مش بقرا الكومنتس، احنا في عزل، خلي بال حضرتك احنا في حاجات كتير احنا بنشوفها كجمهور اللعب من بدري، لو اللعب البروفيشنال هو ما بيشوفش الحاجات في دي، في حاجات يا دكتور محمد غصب عن الواحد بيبقى عايز يشوف برضو ايه اللي بيتقال عليه، دي حاجه مش بايدينا كلنا، دي حته يعني بالنسبه ان احنا ما نقدرش نمنع نفسنا ان احنا نشوف الكومنتس سواء بوزيتيف او نيجاتيف كومنتس، دي حاجه طبيعي ان احنا بنبقى عندنا فضول. هقول لحضرتك على حاجه، في فضول طبعا عندنا كلنا، بس في لاعبين، مش قصدي على حبيبي، انا بتكلم على لعيبه تانيين، هو خسر كتير بسبب ان كان بيقرا الكومنت فعاش معاها، فبعد لما مثلا شاف كومنت حلو قوي او ايجابيه جدا حس ان انا كويس جدا، لا مش ده الحقيقي او العكس، فخسر. فلما خسر مره واثنين وثلاثه هو خلاص اتعلم. حضرتك فاهم انا قصدي ايه؟ تحس ان احنا محتاجين نعمل تاهيل نفسي لنفسنا كجماهير، ده لازم قبل اي حد، ده لازم قبل ما نتكلم عن الرياضيين والابطال، احنا محتاجين تاهيل نفسي، لان احنا ودي من ضمن الموروثات عندنا، يعني في حد زي ما كانت مريم بتحكي من شويه ان مثلا لاعب كره قدم ممكن يبقى في ماتش متالق فيه وماتش اللي بعديه نص نص، في الماتش الاولاني نشيله على كتفنا واسم الله عليه اسم الله عليه، الماتش الثاني نخسر نجيبه أرض. دي حقيقه، يعني ده قصور نفسي، قصور مننا احنا طبعا، ده قصور مننا وقصور من كل القائمين برضو في المجال. احنا لازم من بدري قبل اي بطولات دوليه، احنا ان شاء الله داخلين على الاولمبياد، نبدا نوعي الناس بايه الالعاب اللي في الاولمبياد. في ناس فعلا عارفه الالعاب بس من اسمائها، يعني كجمهور احنا دايما كره القدم اللعبه الشعبيه الاولى فاحنا كل الناس مركزه مع القدم، طب هي مش عارفين الجمباز انواعه ايه، طب التايكوندو بيتلعب ازاي، في ناس فاهمه التايكوندو زي الكاراتيه، حضرتك فاهم؟ ايوه طبعا، وده احنا ما نقدرش برضو نلوم عليهم، يعني احنا كشعب او كجمهور كل واحد حسب الثقافه. انت اتكلمت يا دكتور محمد عن فكره برضو على السوشيال ميديا، فكره ان حد يشوف كومنتس حلوه جدا فيتغر، عندنا هنا اكسبريشن او تعبير مهم قوي في الالعاب عموما هو الدعم الزائد، ده طبعا حاجه منتشره جدا واكسبريشن معروف قوي، هل ده بيجيب نتيجه عكسيه مع اللاعب، فكره انه طول الوقت بياخد سبورت من الناس اللي حواليه، بياخد سبورت من الجمهور، طول الوقت شايف ان هو احسن حد، ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه في وقت من الاوقات؟ طبعا وجاب بالفعل مع بطولات كتير من غير يعني ذكر اسماء اللعيبه او البطولات، الدعم من السوشيال ميديا الزايد ده بيأثر على اللاعب
الدعم او التحفيز الايجابي الكتير على اللاعب من الاسره من المسؤولين ده بيعمل عليه بريشر. حضرتك ببساطه لما يبقى في لاعب شايف ان السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه ومستنيينك تجيب الميداليه الذهب ان شاء الله مثلا الشهر اللي جاي، الاسره بتتكلم على كده، الاتحاد بيتكلم على كده، الوزاره، يجي اللاعب بقى يقول لي انا حاسس ان الناس كلها شايفاني انا اللي داخل احارب لوحدي، يعني هو حاسس ان انا الموضوع. واقول لحضرتك حته مهمه قوي، اللاعب بيفكر فيه قبل البطوله، انا لو ما جبتش الميداليه الناس دي كلها هتعمل فيا ايه؟ فدي حته خطر جدا بتحصل، ان اللاعب بيبقى داخل البطوله وبيفكر في الناس اللي بتدعمه، يعني هو مبسوط خصوصا في نوعيه ردود افعال الناس في حاله زي كده. الناس بتلجا لايه بقى؟ فكره، وده مبدا موجود عندنا احنا، بس فكره التحفيل. بالظبط، التحفيل ده هدام جدا، يعني هدام جدا حقيقه يعني. لا طبعا، فهو الموضوع فعلا مهم جدا وخطر جدا. طبعا، عشان كده انا بقول لحضرتك انا بدرب اللاعب من بدري عشان ما نخشش في ده على حته العزل. اسمع من مين واتاثر بيه، ومين اللي ما اسمعلوش خالص او نبعد عنه خالص. وفي وقت معين احنا ممكن يكون في وقت يسمح ده، ممكن نقعد نبص على بعض الحاجات الكومنت، وفي بعض الاوقات احنا اللي بنشوف بقى، طبعا احنا طبعا بنقرا اللي بيبقى مكتوب عن اللعيب، وممكن نقول له بص في حاجات معينه، يعني مثلا لما الاقي عندي حد مثلا رول موديل زي مثلا محمد صلاح لما طلع عمل مثلا لما حي بعض اللاعبين لما كسبوا، ممكن اقول له بص صلاح كاتب ايه، يعني ممكن اخليه يشوف الحاجات اللي هي هتفرق معاه معنويا، حد رياضي، حد بروفيشنال، حد فاهم، غير لما اقول له بص الجمهور ما هو لو قرا هيحصل ايه. احنا انت حضرتك برده حتى في المجال الاعلامي في المجال الرياضي لو ركزنا مع السوشيال ميديا انت في لحظه هتلاقي انت المود بتاعك وقع او طلع حسب اللي انت بتقراه. طبعا، والشخص اللي ورا الموبايل او اللي ماسك الموبايل وبيكتب الكومنت هو ممكن يكون حد ولا اي حاجه، ما بنبقاش عارفين مين اصلا بيكتب الكومنت ده، فانا ليه اتاثر بيه؟ طيب، كان في حاجه مهمه برضو عايزه اتناقش فيها معاك جدا يا دكتور محمد، فكره المدرب. المدرب دايما بيبقى مضغوط وبينقل الضغط ده للعيبه اللي معاه، هو شايل اسم فرقه معينه في بطوله معينه، يعني الموضوع او الفوز ده هيحسب له اكيد قبل اللاعبين هيحسب له. الضغط الجامد قوي ده، فكره ان مدرب ينفعل على اللعيب بشكل اوفر لدرجه ان احنا سمعنا قبل كده ان في مدرب ضرب لعيب بعد الخساره، الحاجات دي بتاثر ازاي على لعيب؟ ممكن ينهي مسيرته؟ يعني انا مثلا عايزه اقول لك على مثال شخصي، انا كنت بتدرب قبل كده وانا صغيره كاراتيه في النادي، ومن كتر ما المدرب كان بيضغط عليا بشكل معين انا سبت اصلا فريق ومشيت، سبت اللعبه كلها ومشيت، ما قدرتش استحمل. فهل ده بيحصل فعلا دلوقتي وبعد ما يكون لاعب وصل لبوينت معينه او بطولات معينه وحقق كتير قوي ممكن هو ينسحب خالص من الفريق بسبب ضغط المدرب ده؟ طبعا 100% ده موجود في العالم كله، مش في مصر بس او مش في الوطن العربي. دور المدرب مهم جدا، لازم المدرب يبقى عنده اتزان نفسي، وفي اوقات بيبقى المدربين محتاجين ان احنا نقعد معاهم او يتعمل لهم جلسات، مش لحاجه، ان احنا بس ازاي يهدي نفسه شويه من الفكر. انت حضرتك قلت حته مهمه جدا، المدرب بيكون عليه ضغط جامد جدا. انا هنا بقف عند مشكله صغيره، ان الضغط دوت ما ينفعش يوصل للاعب، كلنا عندنا ضغوط. انا لو شغال مع اي لاعب كبير صغير انا عليه ضغط، بس مش لازم احكي للاعب وادخله في المود ده. في بعض المدربين حسب احنا عندنا فروق فرديه، هو بيحكيش يا دكتور محمد، احنا بنشوفه واقف عمال بيزعق وبيضغط على اللعيبه علشان يعملوا اقصى ما عندهم. حضرتك احنا بنشوف دايما النتيجه النهائيه، احنا بنشوف البطوله. يعني انت حضرتك لو شفتي مدرب ضرب لاعب في بطوله انت مش عارفه ايه اللي حصل اثناء الفتره كلها اللي قبل البطوله. ففي مدربين للاسف هو ممكن يبقى بيتكلم على المشاكل اللي عنده، بيتكلم على مشاكله مثلا لو عنده مشاكل مع الجهاز الفني، لو عنده مشاكل مع الاتحاد. المفروض اللاعب احنا بنعزله عن الجمهور، المفروض المدرب كمان يعزله عن المشاكل اللي عنده 100%. المدرب دوره مهم جدا. خلي بال حضرتك احنا اثناء الكومبيتيشن اللاعب بياخد قوته كلها من المدرب. طبعا ممكن بالاي كونتاكت، انا ممكن بالظبط، انا ممكن بنظره للكوتش لقيت في عينه ان انا ينفع اكسب او ينفع، وفي لو شاف نظره ان انا يعني حسب المدرب. في مدربين عصبيين جدا وده بيرفلكت على اللاعب بمشكله كبيره جدا. واللعيبه الصغيرين بالذات زي حضرتك كنت مثلا على الكاراتيه او في بعض الالعاب المنازلات بيكون اللاعب نازل وخايف من المدرب. المدرب ممكن يعمل فيا ايه بعد الكومبيتيشن. فالمدرب دور مهم جدا ولازم هو عنده جزء كبير من الثبات الانفعالي. واخر حاجه هتكلم فيها في حته المدرب، لازم يبقى المدرب رول موديل. بمعنى انا ما ينفعش اكون بنصح اللاعب بتاعي يخش وخليك هادي ومركز وهو مش شايف ده فيا. ما هو لازم يكون بيشوف ده فيا. المدرب بيقعد مع اللاعب اكتر ما اللاعب بيقعد مع اهله. صحيح، اللعيبه البروفيشنال المدرب بيسافر وبيعيش مع اللاعب. المدربين عندهم عصبيه زايده، يعني مش هنعمم اكيد، بس طول الوقت احنا بنشوف المدربين كده، يعني بنشوف بعيننا في كل البطولات او مختلف الالعاب بنشوف ان دايما المدرب بيبقى مضغوط والضغط والعصبيه ده بيبان عموما يعني للاعب، بيتنقل للاعب. دي حته مهمه حضرتك كلمت فيها، معناها ايه؟ في مدربين بقوا اذكياء جدا دلوقتي،
ان انا ازاي اطور نفسي. بقى في مدرب هو بيحاول يطور نفسه، بيحاول كل شويه يفرغ الافكار السلبيه اللي عنده عشان يبقى هو ناجح في حياته. بتحتاجوا تعملوا تاهيل نفسي للمدربين نفسهم في بعض الاحيان؟ طبعا طبعا، وساعات بيحصل بشكل مباشر وساعات بيحصل بشكل غير مباشر. خلينا نتكلم بصراحه، في مدربين احنا لو قعدنا معاهم واتكلمنا في حاجه ممكن يبقى الموضوع بالنسبه له مش متقبله، في حد ممكن يبقى متقبل الكلام، لكن هو مهم جدا 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 لو المدرب فاهم الموضوع ده. ومريم بتحكي معاك من شويه على فكره المدرب اللي ضرب لاعب بعد الخساره، ضحكت انا ليه؟ افتكرت كده يعني من سخريه القدر في الوقت اللي فيه مدرب ضرب لاعب بعد الخساره في رئيس اتحاد عالمي لكره القدم بس لاعبه بعد الفوز. فانت عندك ناس متعرض لازمه برضه، فده اكستريم وده اكستريم. عشان كده بقول لك احنا بنحتاج في بعض الاحيان ان حتى المدراء الفنيين او رؤساء الاتحادات يعني هم كمان بيحتاجوا تأهيل في بعض الاحيان. مش كان في الحالتين يقول لك تعبايه بتاع النفس انت بقى خش حل. برضو عايزين قبل ما نختم مع حضرتك اللقاء، يعني انا قدمت حضرتك على اعتبار ان انت استشاري تاهيل النفسي الحياتي، ما تفسر لنا كده التايتل ده والمسمى الوظيفي ده وكلمه الحياتي في الجمله بتفيد ايه بالظبط؟ الحياتي ده هنا اهم حاجه عندي في الموضوع كله، ان انا مش ببدا مع اللاعب من اول يوم اشتغل في الملعب. انا الاول بيهمني الشخصيه، انا لو عايز اطور او اغير اي حاجه في اللاعب لازم اشتغل على الشخصيه بتاعته. فانا بقعد فتره في الاول شهرين او ثلاث شهور حسب اللاعب وحسب الفتره الزمنيه بتاعته، انا بكتشف اللاعب وبكتشف البيئه المحيطه بيه، سواء اسرته، سواء سنه، هو بيدرس ولا ما بيدرسش، مرتبط عنده، كل حاجه خاصه بيه. ليه الناحيه الحياتيه مهمه جدا؟ احنا في اوقات كتير قوي ممكن يبقى اللاعب عنده ضغط نفسي او ضغط عصبي ملوش علاقه بالبطوله. ليه علاقه بحاجه بره. طبعا. سواء حد مثلا بيدرس حاجة عائلية في البيت بالظبط، زي ما احنا بنتكلم مثلا لو حد مثلا انا عندي لاعبين كتير كانوا يعني مثلا عنده ثانويه عامه، امتحان ثانويه عامه. ورايح الاولمبياد فهو بيفكر انا هخش في كليه ايه وهعمل يعني هو في حاجه في حاجتين شاغلينه، في عندي حد تاني ممكن يبقى متجوز وعنده اسره وعنده اطفال ومثلا عنده ابنه تعبان فهو قبل اللعب بيفكر في ابنه الحته الحياتيه طبعا. وفي وقت لازم انا بيكون ليا دور مع الاسره بتاعه اللاعب بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، يعني في لاعبين كتير بيبقى هو بره مصر وانا قاعد مع اسرته ساعات بيبقى هو عارف وساعات بيبقى هو مش عارف، احنا بنمانج هنعمل ايه او ازاي نوصل له بالشكل الصح. في بعض الاسر بطلب منها لو كلمت اللاعب قول له 1 2 3 ما تقولوش الحاجه الفلانيه لان ممكن هو بره مصر لما بيسمع بعض الحاجات او يعني لو اتاثر باللي حواليه ممكن يجي له مكالمه من اسرته وهو مثلا بره مش هتفيد بحاجه يعني حتى لو في حاجه سلبيه او ايجابيه. في حته الحياتي ان انا بعيش مع اللاعب كل تفاصيل حياته الشخصيه عشان لما نوصل للبطوله لو في اي مشكله لا قدر الله احنا عارفين ازاي نحلها. لازم تيجي تنورنا مره ثانيه للملف ده ملف مهم جدا الحقيقه، واحنا وقتنا في الاخر محكوم. بنشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا. نورتنا وشرفتنا يا دكتور محمد. ربنا يخليك. شكرا شكرا. دلوقتي قبل ما نطلع فاصل نستكمل طبعا فقرنا الحواريه الثانيه، هيكون معانا دلوقتي فاروق صلاح مراسلنا العزيز من النمسا، وهيكون معاه لقاء هام جدا مع المستشار خالد المنشاوي نائب سفير مصر في النمسا، اكيد هيكون ليه تصريحات هامه جدا في هذا الصدد ومعسكر النادي الاهلي في النمسا. نتابع التقرير وبعد كده نرجع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه في تاني فقراتنا الحواريه. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم عبر شاشه قناه النادي الاهلي وتغطيتنا الحصريه لمعسكر اعداد النادي الاهلي الموسم الجديد هنا في النمسا. مجهود كبير جدا للسفاره المصريه، دور كبير جدا ملموس يعني منذ قدوم ومن قبل قدوم النادي الاهلي الى النمسا، انهاء كافه الامور اللوجستيه وكافه الامور للبعثه المصريه، امور كتير جدا هنستفيد في الحديث في هذه الامور مع معالي المستشار خالد المنشاوي نائب معالي السفير جمهوريه مصر العربيه لدى النمسا. سياده المستشار برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. جهود مبذوله يعني من قبل قدوم بعثه فريق النادي الاهلي، بنشوف صداها ونتاجها بالنسبه لبعثه النادي الاهلي في تيسير كافه الامور. خلينا ارحب في حضرتك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي ونشكركم من خلال قناه النادي الاهلي على المجهود اللي بذلتوه على مدار الايام الماضيه. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن فاروق، اهلا بالساده المشاهدين. يعني زي ما حضرتك تفضلت ان هو من قبل ما يجي النادي الاهلي هنا هوت وقبلها بحوالي اسبوعين لما اتنشرت الاخبار في الجرايد بصراحه كان في يعني ايه استعدادات وتواصل ما بين السفاره السفير محمد الملا وكمان القنصل محمد البحيري، كان في تواصل وانا مع كابتن عادل كابتن عادلي وكابتن محمود الخطيب طبعا، يعني كان في تواصل من قبل ما تبتدي الزياره يعني لتسهيل اي
أمور لوجستية أو إدارية تخص الإقامة، تخص الاستعدادات. فالحمد لله يعني، وطبعا الجالية يعني من ساعة ما النادي الأهلي نشر الأخبار، فيعني احنا على طول في تواصل مستمر مع الجالية ل يعني في الاستقبال. برضو الجاليه كانت موجوده معانا، وفي هنا النهارده في التدريبه بتاعه النادي الاهلي حضراتكم شفتوا الجاليه كانت موجوده برضو. فطبعا يعني احنا سعيدنا جدا بوجود النادي الاهلي كاحد اكبر الانديه الموجوده في مصر، ويعني نتمنى ان كل المنتخبات الوطنيه وكل الفرق المصريه كمان يعني تشرفنا هنا. يعني الجاليات في اوروبا يعني بتبقى مشتاقه جدا لحاجه زي كده. معالي المستشار، عايز اتكلم نقطه ودي بكل صراحه من القلب. يعني بنسافر مع النادي الاهلي في كتير من البلدان، لكن من اكثر البلدان اللي شايفين في تواصل وترابط من افراد السفاره المصريه مع افراد الجاليه المصريه منعكس في كلامهم في احاديثهم معانا، اعتقد صوره بتدل على حاله الحب والثقه الكبيره جدا من السفاره المصريه للجاليه المصريه، واعتقد علاقه متبادله ما بين الاثنين. والله الجاليه المصريه هنا هو جاليه قديمه كمان، يعني احنا عندنا جيل اول وثاني وثالث كمان دلوقتي موجودين في النمسا، وطبعا التواصل مستمر. احنا عندنا الجاليه المسجله اكثر من 30 الف مواطن مصري موجودين هنا في النمسا، دول المسجلين بس اعتقد ان الرقم اكبر بكثير من كده كمان. فطبعا التواصل معهم مستمر في النادي المصري، في الجاليه المصريه بكل طوائفها موجوده وعلى تواصل دائم مع السفاره. معالي المستشار، اختيار موفق للنادي الاهلي اختيار النمسا بالتحديد في هذا التوقيت وتكون فتره بدايه الموسم، فاختيار مميز. يعني انطباع حضرتك عن هذا الامر ايه؟ والله يعني الجو حاليا الحمد لله جو مناسب جدا لعمل معسكر في النمسا. حضراتكم شفتوا المناظر الطبيعيه الخلابه يعني، وكمان المكان بتاع الاقامه بتاع الفريق منعزل، يقدروا اللعيبه تركز في التدريبات بتاعتهم، وان شاء الله ده يكون يعني بدايه موفقه للي جاي ان شاء الله بقى، سواء في الطائف او بعد كده في افريقيا وكاس العالم للانديه. كل التوفيق ان شاء الله. معالي المستشار، حطينا في الصوره اكتر بخصوص المباراه الوديه اللي هتكون يوم الثلاثاء القادم، هتبقى هي ختام المباراه الوديه للنادي الاهلي، الترتيبات اللي بتتم، الامور الخاصه بهذه المباراه للجاليه المصريه. والله حتى الان ان شاء الله في بعد بكره يوم 5 سبتمبر في ماتش في مدينه جراتس، هي حوالي ساعتين بالعربيه من فيينا، وحوالي نص ساعه من مكان اقامه الفرقه هنا اهوت. هتتذاع الساعه 5 بتوقيت فيينا، وان شاء الله يعني طبعا حته الجاليه تحضر او ما تحضرش دوت يرجع بقى لاداره النادي الاهلي والجهاز الفني. احنا منسقين، وطبعا الجاليه تحب ان هي تحضر، لكن يرجع بقى في القرار فتح المباراه للجمهور او لا دوت هيبقى مع النادي الاهلي ان شاء الله. يعني دي نقطه مهمه برضو ان انا اوضحها من خلال ان الشاشه قناه النادي الاهلي، ان دورنا كسفاره ان احنا نوفر الجو الملائم اللي يتناسب مع بعثه النادي الاهلي او مع متطلبات الجهاز الفني، حتى لو هنحرم من مشاهده المباراه. والله اتمنى ان الجاليه لا تحرم بصراحه، يعني لان هيكون دوت شيء، بس طبعا دي قرارات بتحددها الجهاز الاداري للنادي، واحنا هنبقى احنا ما زلنا على تواصل معهم طبعا في هذا الموضوع، وبالتوفيق ان شاء الله. انطباع حضرتك عن بعثه النادي الاهلي، واحنا دايما النادي الاهلي هو فخر الكره المصريه، مقابله الكابتن محمود الخطيب، وكان حضراتكم يعني كنتوا في استقبال البعثه، وايضا كنتوا في استقبال الكابتن محمود الخطيب، قيمه والقامه الكبيره للكابتن محمود الخطيب. والله الكابتن محمود الخطيب يعني أسطورة من أساطير الكرة المصرية، يعني مش بس للنادي الأهلي ولكن لمصر كلها طبعا، يعني فده يعني حاجة جميلة جدا، وقد إيه يعني شخصية يعني ما شاء الله عليه، شخصية فاخرة جدا يعني، فسعدنا جدا بوجوده، وأعتقد إنه الجالية كمان انبسطت جدا جدا جدا، حتى وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي وكده يعني شيرت بعض الصور ليه وكده هوت، فيعني
اعتقد ان وجوده مع الفرقه برده هيكون حافز ليهم ان شاء الله، حافز ليهم، وده كان يعني خبر سعيد جدا 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 لكل ابناء الجاليه هنا اهو. مستر كولر يعني بالامس في الجوله الحره كان سبق لي تدريب منتخب النمسا، فبيتمتع بشعبيه جارفه هنا في النمسا، في حديثه مع بعض الجماهير قال لهم انا بدرب اكبر نادي في افريقيا، اعتقد امر كبير جدا وشهاده كبيره جدا للنادي الاهلي والمستر كولر نفسه ان هو يتولى تدريب النادي الاهلي. يعني حضرتك النادي الاهلي سجله حافل يعني سواء في الدوري المحلي او في الدوري او في افريقيا او على المستوى الدولي، فده حاجه مشرفه لكل مصري.